تذكرني يذكرني سموها بملك السبع. نحن نتحدث هنا عن شخصية عظيمة. كلنا كان بين ميلاد الباسبورة عربة. هي القلب الأكبر لأبنائها حلفاء العز والوطنية والعطاء، وهي الحضن الواسع لأبناء الوطن الكبير. قرنها بزرع. كنت والوالد وجهين لعملة. يعني بالنسبة لي بمثابة أم. فهي أول امرأة بل أول رجل وأول زعيم. So her generosity, her heart is like the globe. لا ترضى إلا أن يغاث المحتاجون ويبرأ المنكوبون ويسكن المشردون في كل أصقاع الأرض. قلبها زين وخاطرها زين ومشرحتها زين. تعمل وراء الكواليس، تمثل لنا راية ومنارة. ويكفي أنها أول شخصية عربية تحصل على جائزة اليونسكو. So her generosity has no borders. لعل عملنا هذا لؤلؤة في عقد حبنا الكبير لك. سيرة الإحسان فيلم من إنتاج أناسي. ترقبوا الفيلم الأول الذي وثق بالصوت والصورة، سيرة إحسان أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، قريباً.